بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وشرفنا ببعثة خير الأنام ومصباح الظلام. سبحان الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله تترى وأنزل كتبه تتلى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى إلى خلقه بشيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا في سركم وجهركم عند أخذكم وعطائكم، حال بيعكم وشرائكم، في كل أحوالكم، فهي زادكم في سفركم ومنتهى غاياتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم طفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. أيها المسلمون، يا من أتيتم إلى بيت الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي فيه سويعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فاسألوا رحمكم الله، فاسألوا الله ربكم أن يعينكم على شكر هذه النعمة التي أنتم ترفلون في ظلالها، ألا وهي نعمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الثقلين وإمام الحرمين صلى الله عليه وسلم، أبان مولده عن طيب عنصره، يا خير مبتدئ منه ومختتم. بعثته صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة يجب علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نتضرع إلى الله جل وعلا، نسأله سبحانه، يجب علينا أن نسأله سبحانه أن يعيننا على شكرها. نعم،
فهي نعمة، بل هي منة امتن الله بها على عباده المؤمنين خاصة. فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل مبعثه صلى الله عليه وسلم نعمة للناس قاطبة، بل للبشر جمعاء، للبشرية جمعاء، بل للثقلين الإنس والجن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بل هو نعمة لكل موجود في هذا الوجود، حتى تلكم الجمادات وتلكم الحيوانات وتلكم النباتات، كيف لا؟ وربنا جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أيها المسلمون، أيها الراكعون الساجدون، أيها المتوضئون الذين جئتم إلى بيت الله يعلوكم الوقار مستجيبين لأمر الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ها أنتم عباد الله جئتم إلى بيت الله تعالى تريدون مغفرته ورضوانه. نظرت إلى عباد الله فوجدت أن منهم شاكرا لنعمة الله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أولئك الذين هم فرسان بالليل، الذين هم رهبان بالليل فرسان بالنهار، إذا سمع أحدهم صوت المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا به يترك كل ما بيديه ملبيا نداء الله جل وعلا، سارع إلى الوضوء فتوضأ، ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله تعالى ليؤدي الصلاة في جماعة، ليؤدي الصلاة في جماعة مستجيبا لأمر الله، واركعوا مع الراكعين. نعم، أولئك لم تلهيهم زهرة الدنيا وزخرفها، بل همهم صالح يتلوه رضوانه. ثم أولئك الذين إذا ما سمعوا منادي الصدقة ينادي، إذا بهم يمدون أياديهم البيضاء منفقين بها على عباد الله، على أولئك المعوزين من الفقراء والمساكين واليتامى والأوامل، يعطونهم من مال الله جل وعلا الذي آتاهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإذا ما رأى أحدكم منكرا أو إنسانا يأتي منكرا إذا به يغضب لله تعالى، فيقوم قومة الشجاع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا
إلى العمل بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله. أولئك الأخيار، أولئك الذين مكن الله لهم دينهم، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. أولئك الذين قال الله جل وعلا عنهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عباد الله، اسألوا ربكم أن تكونوا من هؤلاء، اسألوا الله جل وعلا أن يوفقكم إلى العمل بما يعمل به هؤلاء الشاكرون لنعمة مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفريقا آخر من الذين كفروا نعمة الله عز وجل فأعرضوا عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إذا ما رأى أحدهم معروفا قام ناهيا عنه ممكنا للمنكر، أولئك هم المنافقون الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما قال ربنا جل وعلا: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. أولئك الذين بدلوا نعمة الله جل وعلا فعاشوا عيشة الضنك والمسغبة، أعرضوا عن هدي الله، ومن أعرض عن هدي الله فليبشر بهذه العيشة الضنك، العيشة التي لا يقر لها قرار، كل يوم في مستنقع من مستنقعات الرذيلة. أولئك الذين بدلوا نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هؤلاء وأمثالهم يقول الله جل وعلا عنهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، اسألوا ربكم ألا يجعلكم من هؤلاء. أيها المسلمون، أيها الشباب، أيها المسلمون جميعا، شكر نعمة مبعث صلى الله عليه وسلم، شكر مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على مجرد إقامة الاحتفالات أو تلاوة القصائد مع التأوهات كما يفعل بعضهم، إنما تذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي الوقفة الحقة مع الذات لأجل المحاسبة، لأجل المقارنة، لأجل المعاهدة مع الذات ومع الله جل وعلا على أن يسير هذا المحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليقف
وليقف المسلم تلك الوقفات التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وليسمع إلى تلكم الشهادات التي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم غيره من عباد الله. هذه السيدة خديجة، هذه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، التي بشرها الله تعالى عن طريق جبريل ببيت في الجنة لا سخب فيه ولا نصب. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءها يوما مهموما مغموما: والله والله يا محمد لن يخزيك الله أبدا. لما؟ ماذا كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وهو شاب؟ كان صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. صفات عظيمة. أدعو شبابنا، شباب المسلمين، شباب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاتصاف بها: إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. هكذا تشهد هذه المرأة الوفية لزوجها الوفي بهذه الشهادات العظيمة. إذن تذكرنا لها يدعونا إلى العمل بها. وموقف آخر يتعلمه أولئك الناس الذين كل يوم على صفة، الذين كل يوم يبيعون دينهم بأبخس الأثمان، كل يوم يتنازلون عن مبادئهم وقيمهم طمعا في نيل دراهم أو دنانير. جاءت قريش بعدما أعدتها الحيل تساوم محمدا صلى الله عليه وسلم من طريق أبي طالب، قائلة: إن كان ابن أخيك يريد مالا أعطيناه من أموالنا، وإن كان يريد حاكما زوجناه علينا، وإن كان يريد امرأة زوجناه خيار نسائنا على أن يترك هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وموقف ثالث: لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفاء فنادى، فاجتمع إليه الناس فقال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير علي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. أيها المسلمون، الكذب من أشد صفات المنافقين وأعظمها. ومن أراد أن يبرئ نفسه من هذه الصفة، أي من صفة المنافقين، فعليه بالصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أيها الناس، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. استغفر الله يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم، وأنتم موقنون بالإجابة. استغفر الله. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وخير خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على الكلام، أو ليست هي بدعوى يدعيها المسلم قولاً دون عمل، دون عمل. وإنما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسد المسلم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصيته، في صفاته، في أخلاقه، في معاملاته، في كل شؤون حياته. وفوق ذلك عليه أن يكون معتزاً باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم عليه أن يدعو إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبشير والإنذار بكل ما تعنيه هذه الكلمة. كيف لا؟ والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عباد الله، صلوا على النبي، فإن الله قد أمركم بالصلاة والسلام عليه، إذ قال في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أدم نعمتك ورحمتك علينا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انزل علينا من بركات السماء، واخرج لنا من خيرات الارض، وبارك اللهم لنا في ثمارنا وزروعنا وصالحات اعمالنا يا رب العالمين. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وابدلنا بخوفنا امنا، وبذلنا عزا، وبفقرنا غنى، وبجهلنا علما، وبتشتتنا وحده، واجمعنا على طاعتك، والف بين قلوبنا بكلمتك. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن الاثام، وبك عن من سواك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك اللهم لنا في ثمارنا وزروعنا وصالحات أعمالنا وأعمالنا يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ينعم بخيراتك وآلائك وأمنك وأمانك وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق أيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.